خير ان شاء الله. كيف امورك؟ بخير ان شاء الله. يا الله حيك، الله يسلمك ويبارك فيك ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. اهلا وسهلا يا الله، الله يجزيك خير ويبارك فيك ان شاء الله. جميل ان شاء الله. يا مرحبا. بخصوص هذه الحاله. بس والله الله يحفظك يا مرحبا. والله الله يسلمك. هاي الشباب فيها حاجه يعني. طيب الله يجزيك خير. واجب يا ترى، الله يكرمك. واجب طبعا انا وخدمه ملكنا ووطننا واخويانا وزملائنا، والله يعز حكومتنا. الله يجزيك خير، يعز ملكنا ويعز ولي عهده والامير احمد والامير محمد، والشكر للجميع والفريق وزملاء طال عمرك، واكبرهم الفريق واصغرهم الجندي. الله يخليك. ما خص حدا، انت الجنود، انت الجنود ما اخويا انا وزملائنا الحمد لله. نشكر النقيب الطيارة ياسر والعتيبي والجميع محمد، كلهم خص حدا عن حد، كلهم كلهم الله يسلمك، الله يعزهم ويعز حكومتك. الله يجزيك خير ويبارك فيك. هذا واجب علينا طال عمرك. انا ما قصرت والله. الحمد لله، اللي سويناه لله واجب على زملائنا واخويانا. الله يجزيك خير. حكومتنا. عاد هذا مشيئكم ان شاء الله. الله يجزاك خير. استاذنك يا ابو بنجر. طيب تفضل. اشاره برقيه صاحب السمو الملكي وسائل وزير الداخليه للشؤون الامنيه المتضمنه صدور توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتكريم المواطن إليل بن خلاوي الجمي بمبلغ 50,000 ريال، مع خطاب شكر وتقدير من سموه لما قام به المواطن الكريم من أعمال أثناء هبوط الطائرة MO-1-11 اضطرارياً يوم السبت الموافق 29/1/1433. وبناء على توجيه سموه الكريم تم استدعاء المواطن باستقبال المواطن إليل البقمي لمكتب سعادة مدينة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، وبحضور قائد قاعدة طيران الأمن بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد الزهراني، وبلاغه شكر سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسموه نائبه وسموه مساعده للشؤون الأمنية على ما قام به من أعمال طيبة، وتسليمه الشيء مع خطاب الشكر المرفوع. شكرا لك حبيبي. هذه فرصة طيبة. أولا يعني نقدم لك يعني هدية متواضعة من الدفاع المدني. لفها مكرمة، خلينا لفها الهدية. طيب سوي لك الهدية، هذا شيء متواضع. الحمد لله. هذا درع الدفاع المدني الى الرئيس، ولكن كمان حقيقه هذا خطاب سيدي صاحب السمو الملكي وسائر الشؤون الامنيه. هذا حقيقه خطاب خاص لكم الحمد لله من سائر وزير الداخليه. الله يديم عافيه ان شاء الله. طبعا الشيك مقداره 50,000 ريال، وهذا شيككم مقدم من سيد صاحب السمو الملكي. ما هو غريب عليكم، وهذا يعني شيء ما هو غريب عليكم، ما هو غريب عليكم. عكس الشيك. الله يجزيك خير جميل ان شاء الله، ربنا يوفقكم ويجزيك الف خير ان شاء الله. شكرا لكم يا حمد، شكرا لكم ويجزيك الخير. وحقيقة يعني أود أن أشكرك يعني. الحمد لله، هذا واجب على أنا طال عمرك. خدم مولانا ولي عهده والأمير أحمد والأمير محمد وعموم. نعم، وسموحك هي أمير منطقة مكة المكرمة. سلم خالد الفيصل. نعم، الله رحمه الله. ما عاد العرف الباقي على الله معلم. هذا ومتابع على الله يجزيكم خير. يعني جميع الإجراءات اللي تمت وكرمكم الله يجزيك خير. الحمد لله، واجب على انا. الله يجزيك خير. واجب على انا. واخويانا وزملائنا وخدمة وطننا وملكنا. الله يجزيك خير، الله يجزيك خير ان شاء الله. موفقين باذن الله. سعادة اللواء طلع عليك من صحيفة الوطن، نقدر نعرف ايش اللي سواه المواطن بالضبط؟ حقيقة يعني هذا اخونا واحد ابناء هذا الوطن الحمد لله رب العالمين. نتيجة يعني في خلل فني كان في إحدى الطائرات العمودية، نزلت هبوط اضطراري في شرق
مدينة جدة، فهي منطقة معزولة عن السكن، بعيدة في منطقة جبلية، مما اضطر إلى هبوط الطائرة، هبوط اضطراري. كان الحادث حوله الساعة 12 ظهرا، وكان وجود الشيخ لي القمي موجود في المنطقة متواجد، لما رأى وجود الطائرة ووجود الضباط والمسؤولين هناك في الموقع، ما يعني ما قصر بإكرامهم واستضافتهم، الرجل يعني أكرمهم خير إكرام. واجب طال عمرك، قدم لهم جميع يعني المساعدة، واجب ما قصر، الله يجزيه خير. فحقيقة يعني هذه من شيء يعني رجال المملكة العربية السعودية، وهذا أحد أبنائها يعني ما قدموه لجميع يعني منسوبي القوات المسلحة، سواء رجل الأمن أو من القوات المسلحة من كافة قطاعاتها. وهذا يدل على تلاحم حقيقة الشعب السعودي الحمد لله مع حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين ورجالاته في مختلف القطاعات. سعادة اللواء، نرى يعني خلال الفترات الماضية يعني مكافآت كثيرة تجي للمواطنين اللي يساهموا في أعمال الدفاع المدني، هل هذه يعني دعوة من القيادة الحكيمة بمساعدة الناس أصحاب الاحتياج؟ بلا شك، هذه يعني نظرة ويعني لمسة أبوية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده سمو الأمير مدحة مكة المكرمة وجميع المسؤولين حقيقة، بالتلاحم الموجود بين الشعب يعني وقيادات هذا البلد الحكيم الحمد لله رب العالمين. وهذه يعني يمكن لاحظتها، يمكن ما أبرز هو جزء بسيط من المساهمات التي قدمت ويعني كانت خلال هذه الأحداث اللي حصلت لله الحمد والشكر. وهذه إن شاء الله يعني ما هي إلا يعني رسالة لجميع أفراد المجتمع لمساهمة والمشاركة في إنقاذ يعني جميع فئات المجتمع، سواء السعودي والمقيم على أرض هذه الوطن، على أرض هذا البلد. وهذه مسؤولية يعني الجميع لإنقاذ الأشخاص الأرواح والممتلكات. وهذا يعني أحد الشباب اللي يمثل الشعب السعودي اللي قائم ايضا مع رجالات الدوله في انقاذ وفي المساهمه على الحفاظ على ابناء هذا الوطن. يعطيكم العافيه. شكرا جزيلا. طب بناخذ ضيفك اذا ما عندك. تفضل هذا ضيفنا عاد. عم طيب، حدثنا عن الحادثه اللي حصلت قبل ما نسالك عن شعورك طبعا بعد التكريم اللي شفته، الحادثه اللي حصلت. يا رب، الطياره صارت هبوط مرتنا ونزلت على نفس الاستراحه، ونحمد الله ان شفنا من وقع وتناوشناهم، والحمد لله نهنيهم بالسلامه ونحمد الله ونشكره على سلامتهم هذه. وكم جلسوا عندك؟ والله يجلسوا من الساعه 11 تقريبا الساعه 2 الليل. طيب، في هذا التفاعل من القيادة الحكيمة بهذا التكريم الجميل وعرفانا بالموقف النبيل لأحد من هذا الوطن، ما هو تعبيرك في هذا؟ حمد تعبير يا رب لك من فضل الله، نعمة من الله، وسوينا ضيوفنا وجوي محنة وخدمة ملكنا ووطننا ولي عهده للأمير أحمد ولي محمد وخالد الفيصل عموما السعودية، ورخص حاجة على حاجة. شكرا لك يا شيخ لي، ورديك الصحة والعافية إن شاء الله. حدثنا عن الحالة. صفاتنا هذا الوطن وهي صفات حقيقة نتأصل بأبناء هذا الوطن، فهبني رسالة الله.
طاقم القوة والوهلة. الوطن إذا ما حملنا وقفنا معنا قدم له الحليب كل من الساعات كل من الساعات شراب ومساندة ودعم لكل شيء احتاجوا في تلك الفترة حتى وصول فرقة الدعم والمساندة من القائدة إلى الموقع، وبالتالي تمت أعمال الصيانة واستبدال المحرك في نفس الموقع، واستمر المواطن حلي جزاه الله خير في البقاء معهم في الموقع وتقديم العون والمساندة حتى انتهوا من عملية تبديل المحرك في نفس الموقع، وودعوا بحقيقة وهم ممتنين وشاكرين له حقيقة حسن الضيافة والكرم والشهامة التي أبداها حقيقة في تقديم كل ما يمكن تقديمه لنا في ذلك المكان، وحقيقة كل الفخر والاعتزاز بالمواطن الليل ينتقلنا نحن كأفراد طيران الأمن. هل كانت المنطقة نائية بعيدة عن التجمعات؟ حقيقة هي في أطراف الضاحية الشرقية من جدة، هي بداية منطقة التدريب من اتجاه بداية وادي مريا، فهي طبعا بداية المنطقة الجبلية النائية حقيقة، طبيعة الحال بعيدة عن المنطقة السكنية، وكان الوصول إليها حقيقة ليس بالسهل عن طريق معدات الطيران الأمني. إذا تسمح لي أسأل، من 11 الظهر إلى 2 الليل تعتبر فترة طويلة أم فترة قصيرة لأنه صار فيها تغيير محرك يعني؟ هي طبعاً طبيعة الحال تغيير محرك يحتاج إلى وقت، حتى في داخل القاعدة وكامل التجهيزات، ونحتاج إلى وقت ما يقل عن 6 ساعات لاستبدال المحرك، ولكن نحن عندنا طبعاً جاهزية للانتقال في الميدان في مثل هذه الحالات، وهذا طبعاً نحن عندنا استعداد ولم نتفاجأ بمثل هذه الحالة، وتم الانتقال للموقع بكامل المعدات والمحرك المغير، وتم استبدال المحرك في الموقع. طبعا بطبيعة الحال حيأخذ وقت إضافي عن المعتاد كونه خارج القاعدة، ولكن هذا طبيعي، الفترة اللي استغرقت في عملية استبدال المحرك فترة طبيعية جدا. هو استطاع الطيار انه ينزل بالطياره بسهوله يعني بحكم انها تعطلت، هذا يدل على تدريبه وكذا ولا انه كان في سهوله؟ ما في شك الطيارين الحمد لله تلقون تدريب عالي في الداخل وفي الخارج، وهم لله الحمد يعني كل فخر لدينا طيارين يمتلكون المهاره العاليه للاستجابه لتنفيذ مهام الطيران الامني بشكل اساسي والاستجابه للحالات الطارئه في مثل هذه. فعلا هذا الشيء شفناه احنا في سيول جده، احد الطيارين اللي نزل على ظهر سطح التريلا من فوق وانقذ حوالي 6 أو 8 اشخاص. الدوله تصرف بسخاء جزاه الله خير بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وتوجيهات سمو ولي العهد ومتابعه نائب وزير الداخليه الامير احمد، ومتابعه دقيقه ورصيقه وحثيثه من سمو سيدي الامير محمد بن نايف، يصرفون بسخاء على هذا الجانب الا وهو تدريب اطقم طيران الامن على أعلى مستوى في الداخل وفي الخارج. شكرا لك. الإعلام هذا بالنسبة للجهات الأمنية بصفة عامة وبالذات مع الدفاع المدني أعتبرهم دائما يدنا اليمنى حقيقة، لأن حقيقة يعني الحوادث اللي بتصير وباستمرار وللأسف يروحوا نتيجة الضحايا، خاصة في مشاكل أمطار وسيول وحوادث متطورة، يعني إحنا أخيرا يعني بدأنا نتلمس يعني نتائج الإعلام. الإعلام يعني هو هذا اللي قائم الآن، إعلام توعوي وتثقيف لجميع فئات المجتمع الابتعاد عن مخاطر كافة المحاشر، ويمكن خلال الأحداث الأخيرة اللي صارت بالنسبة للأمطار والسيول اللي صارت في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الجنوبية، ولاحظنا لله الحمد والشكر يعني تفاعل الجمهور في الابتعاد عن مجال الأودية وطول الأودية والابتعاد عن جماعات المياه، يعني هذا يدل على أن هناك رسالة وصلت من قبل الإعلام إلى هؤلاء الأشخاص، وهذه يعني هذا هو الغرض الرئيسي يعني
أساسي من يعني نشر الأحداث ونشر المعلومات عبر الصحف والتلفزيون والإذاعة وغيرها من الوسائل المختلفة، حتى من الوسائل المختلفة الآن بالنسبة للإنترنت وعملية استخدام التقنية الجديدة في بحث رسائل، الحمد لله رب العالمين كان لها مردود جدا كبير. ويمكن يعني احنا خلينا نعمل مقارنة من خلال الأحداث اللي صارت في محافظة جدة. الحادث الأول اللي صار ونزل عنها يعني عدد كبير من الوفيات والإصابات، ما تلاها السنة اللي بعدها الحمد لله يمكن ما لا توجد يعني خسائر ولا الحمد لله يعني تذكر بالنسبة للأرواح والإصابات. وهذا يدل أن هناك في وعي، ويدل أن هناك في رسائل تصل للجمهور عبر القنوات المختلفة بالنسبة للإعلام، وهذا الله يجزيكم خير. يعني أنا أقول دائما احنا كذلك نشكركم يا سعاده اللواء، ونشكر جميع المسؤولين اللي يسهلون مهمتنا دائما ويقابلون الجمهور ويقابلون الاعلام ويعطونا المعلومات كامله، وهذا شيء جميل جدا منكم. والله ما نشكركم كذلك على تسهيل مهمتنا. ترى دائما يعني مهما بذلت القطاعات الامنيه والجهات الاخرى الحكوميه في توعيه الاشخاص وفي توعيه الجمهور والمقيمين في هذا البلد، إلا أنه دائما دور الإعلام هو الدور الأكبر والدور المؤثر دائما من خلال طرحه لأنه عنده الطرق يعني والأساليب المتطورة والمتخصصة حقيقة في طرح هذه القضايا. سألتكم ما وجد الإعلام من الإبراز دور الجهات الرسمية وطبعا الأدوار المختلفة اللي يديها الشعب، الإعلام ما هو إلا مرآة تبرز وتظهر ما يحصل في المجتمع وما يحدث، فهذا واجبنا وهذا وجودنا، ولو وجدنا إلا لهذا الغرض لهذه الخدمة. نسأل الله العلي العظيم أن نكون قد وفقنا ولو يعني بجزء بسيط أقل مما نطمح إليه، ولكن عملنا دائما مستمر في إبراز الجوانب، والحمد لله أغلب ما نشاهده في المجتمع السعودي جوانب إيجابية جميلة جدا، الحمد لله تفاعلا بين المواطن بين القطاعات الرسمية، حفظ الود، الحمد لله قيم هذا المجتمع قيم عالية وغالية وكريمة، هذه المناسبات توضح تقدير هذه القيم سواء من المواطن للقطاعات الرسمية أو من الجهات الرسمية للمواطن بأي تصرف نبيل زي تصرف الشيخ ريان، فهذه مواجهنا من اللي يحصل. نشكر الجميع ونختمها بطلب كامل من أبناء الهيئة يكون في صورة جماعية للشيخ هليل وأبناء عندنا سوق الوطن مهما بدلنا فيه ما نقصر. الله يقويكم حقكم انت شباب الوطن، الله يحفظكم ان شاء الله ويبارك فيك. تفضل يا شيخ. أخوي مشعل بن هليل بن خليبي الهذيلي البقومي، مساك الله بالخير. نرحب فيك على صفحات جميع منتديات قبيلة البقوم على الإنترنت وصحيفة البقوم الإلكترونية. وحنا الآن أمام قيادة الدفاع المدني في محافظة جدة، وبعد تكريم الوالد من قبل وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف سعد وزير الداخلية والشؤون الأمنية وسعادة اللواء عادل زمزم هي قائد الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة. وش شعورك اليوم والوالد يتكرم بعد ما قام بعمل في خدمة للوطن وخدمة للأمن العام والدفاع المدني على وجه الخصوص؟ والله مقام الوالد خدمة للوطن وتكريم لضيوفه مهما قدمنا وقدم الوالد نعتبر مديونين للوطن. واشكرك ابو سامي على حضورك تكريم الوالد، اشكر منتديات البقوم ومنتديات هذيل الخاصة على حضورها في المحافل الرسمية وتلبيتك لدعوتنا ودعوة الوالد، وهذا ليس غريب عليك،
أنت أنا تقوم بالواجب وتلبي طلب. شعورك أنت مبسوط من التكريم؟ والله شعوري أن الوالد تكرم من سمو سيدي الأمير نايف وسمو سيدي الأمير أحمد، تكريم عظيم وسام شرف تعتز به ويعتز به الوالد.